ولك كذب ولك كذب، كله افتراء وكذب. أنا اللي كتبت الوصية يا عصام، أنا اللي كتبتها على أساس إنه أبوك اللي كان كاتبها، وضليت وز براسكم إنه أنتوا إلكم حق بالورثة مع عمكم، بس أبوك كان آخذ حقه من الورثة كاملة والحق فقال. بس أبوك ضيع كل الأموال على سهره وكيفه ومشاويره وهيك، ولما توفى لقيت لحالي لحالي، لقيت حالي لحالي بلا ولا شيء، ومعي شابين طولوا بعرض. منين بدي ري؟ منين بدي عيشهم؟ منين كيف بدي ربيهم؟ كيف بدي اصرف عليهم؟ طاش حجري. قمت رحت انا وكتبت الوصيه على اساس انه ابوك اللي كاتبها. زورت الحجج وزورت الاوراق وعملت 100 خطه لقدر اختمهم. وبعدين قلت له لحكمت وهددته، قلت له يزور الاوراق بالديوان مثل ما بدي وسوى اللي بدي اياه. اي ما خبرتيني يا ام عزمي، لساته صهرك حكمت جوز بنتك مروى اندبوري وفقير وعم بدور على شغل وما عم بلاقي؟ اي والله يا ست صفية، يوم بيشتغل وعشرة ما بلاقي شغل، وفقر وتعب كثير وتعب قلب. ولا يهمك، تكرم عينك، انا رح حل لك مشكلتك ورح لاقي له شغل. خلي سهرك يمرق عليها اليومين، لانه صراحه انا كمان عندي هيك كم سؤال بدي اساله اياهم لشوف انه فيني امن له على الشغله اللي بدي اياها منه. عم حق ست صفية، والله بكون ممنونتك كثير. انت ما بتتصوري قديش وضعهم صعب، يعني بنتي عايشه عيشه كثير صعبه، بيت اجار واولاد صغار ومش معانين اللقمه، وجوزها بضل بتخلق عليها، يعني معه حق قاعد بلا شغل. بركي يعني اذا بتلاقي له شغل بتتحسن نفسيته شوي. خلاص بقى تكرم عينك، خلاص لا يكن لك هم ابدا، انا رح دبر الامر ان شاء الله ما بصير الا الخير. الله يخلينا اياك يا رب. تكرمي. يلا انا بالاذن. الله معك. يا مورد مريني، بدي منك طلب صغير، بس يعني مو مثل العادة هيك تضوج بسرعة بدون ما تفهم شو بدي وتعمل القصة ايدين ورجلين. يعني والله يا مو، إذا موضوع ما له علاقة بوراق عمي فعيوني إلك. لا حبيبي لا، ما دخل وراق ولا شيء، الموضوع غير شيء. أم عزمي المسكينة حرام سهرة حكمت، زلمة معتر ودرويش ومحتاج، بدي منك توظفه معاون إلك بالسرايا. معاوني بفرض ضربة؟ يا مو حكمت ما عنده مؤهلات لهيك وظيفة. اجتهيت بطول عمري إني أطلب منك طلب يا ورد، وما تحط لي 100,000 حزر وتحط لي العصي بالطريق مشان بس ما تنفذ لي إياه. يا مو بترجاكي ما تفهميني غلط، بس حكمت ما عنده ولا مؤهل إنه يتوظف ويكون معاوني، يعني ممكن حطه بالسرايا، ممكن حطه مثلا بالديوان. إيه بالديوان منيح، بالديوان حبيبي منيح. اساسا انا من الشغله كلياتها شو هاممني؟ بدي شغله واحده بس، انه ما يسود وشي قدام ام عزمي لاني معتا. طيب ان شاء الله ما بسود لك وشي، المهم تضلي رايقه ومبسوطه مني. منيح منيح، الله يرضى عليك. انا طالع عرفتي. الله معك تقبلي. الله يخلينا اياك يا خانو. شو يا حكمات؟ الوظيفة اللي حضرتك هلأ داير من محل لمحل وشايف حالك فيها، والنعم اللي عم تتنعم فيها، وكل الأشياء المنيحة اللي صارت لك هلأ وهالخيرات اللي عايش منها، كلياته أنا السبب فيه. يعني مو لشي لا سمح الله، بس إذا كنت نسيان لذكرك. والله يا خانم كتر خيرك، ونحن ان شاء الله هيك الله يقدرنا انه نرد المعروف. ها ها، وانت قلتها يقدرك ترد لي المعروف، هون حطنا الجمال. ما تاخذيني
يا خانم، يعني أنا ما فهمت عليك شو بدك بالضبط، شو المطلوب مني؟ ولا يهمك. المطلوب يا حكمة إنك تنفذ كل شيء بطلبه منك بدون ولا أي اعتراض ولا كتر أسئلة ولا حتى استفسار. يعني شو هو اللي لازم نفذه من دون أي اعتراض ولا استفسار؟ بدي منك تسحب من الديوان أوراق وحجج ملكية كل الأراضي والبساتين اللي راجع على سلفي أبو خالد، وتحط بدالهم أوراق وحجج أنا بعطيك ياهن من عندي وكله نظامي وعالبكلة، يعني ما في مخالفة للقانون منوب. هاي ما بعرف شو بدي لك يا خانم، يعني هذا الشيء بخالف ضميري، ما بعرف شو بدي. ولا يهمك، خذ وقتك وفكر. بس وانت عم تفكر خليك متذكر انه هالنعم اللي عم يتنعموا فيها اولادك والفرح والانبساط ومرتك اللي رايحه جاي عم تشتري وتتدلل، ما تنسى الاجارات، ما تنسى اجار بيتك، ما تنسى كل النعم هلا اللي عم تتدلل فيها، كلياته رح يروح مجرد ما قلت لي لا. فخذ وقتك وفكر لتشبع. لا يا خانم، ما في داعي للتفكير، انا جاهز نفذ لك اللي بدك اياه. وانت عيني امري. والله يا عمي بدك تتفاجأ كثير من هالوراق، لأنه بهدول الوراق بيكون الحق رجع لأصحابه، يعني الحق اللي كنت بدك تاكله علينا رجعناه بإيدينا. من شان هيك من بعد إذنك بتقول للعمال والفلاحين الموجودين بأراضينا يطلعوا، لأنه نحن بدنا نجيب عمال وفلاحين جداد. يا ويلو اللي ما بيخاف من الله، يا ويلو. هدول الوراق يا عصام كلهم مزورين. أبوك الله يرحمه قبل ما يموت أخذ كامل وردته وكامل حقوقه، وإذا كنت مقتنع هدول الوراق حقيقيين فبتكون أنت غلطان كتير. لا يا عمي لا، هلأ بعد ما حسيت إنه كل شيء خسرته صرت بدك تتهمنا إنه الوراق مزورين؟ لا تكابر على حالك، لا تكابر على حالك واعترف انك كنت بدك تاكل حقنا. اعوذ بالله من غضب الله. لك انا بعمري ما فوتت على حالي قرش حرام لحتى اكل حق اولاد اخي. تتهنوا، تتهنوا بمال الحرام اللي بدكم تاكلوه. قال له الحلال، قال له يذهب. اما الحرام فيذهب هو واهله. تتهنوا. هذا الكلام مردود عليك عمي، مردود عليك. دخيلك، دخيلك يا ست صفية، بوس ايدك. صهري متهمينه انه مزور وراق مع وراق واخدوه على السجن. بوس ايدك، ما حدا بيطلعنا من هالورطة غيرك، الله يخليكي. طولي بالك ام عزمي، ما عم بفهم عليكي شو صاير. مين هذا سلفك ابو خالد؟ قال متهمه انه مزور وراق اراضي ما اراضي، والله ما فهمت شيء. لا 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 يا حكمت على هالعملة السوداء. معقول يا أم عزمي؟ أنا عملت منيح معكم وهيك بخون الأمانة؟ يا الله. ست صفية شو عم تحكي أنت؟ أنا صهري قال لي إنه أنت اللي قلتي له زور الوراق، وقال لي إجي لعندك إنه ما حدا غيرك حيفهم علينا. شو هاد؟ أنا صفية خانم أطلب من صهرك الأندبوري هذا الحكي؟ لا مو معقول، أنت جنيتي أكيد. بعدين ليش هو اللي أطلب منه ما لقيت غيره هذا المعتوه؟ لا هيك بدي أزعل منك كثير معزمي. ها عملت خير معك وظبطت له شغله وهو عض الايد اللي مدت له، عيب هيك. ست صفية شو يعني؟ يعني ما رح تساعدينا؟ بوس ايدك مشان الله، والله اولاده بتشردوا بالشوارع، والله بيصفوا بالطرقات. يا ستي انا بعتذر بالنيابه عنه. بوس ايدك لا تتخلي عنا، الله يوفقك، الله يخليك. ام عزمي الله يرضى عليكي، انا ساعدتك مره وما عاد فيني ساعدك أكثر من هيك. الله يخليكي، روحي وشوفي حدا تاني دبري حالك.
الله معك. شوفي أمي، حكمت أنت اللي وظفتيه حتى يعمل اللي بدك إياه، وكل اللي عم يصير معه هلأ بسببك. ليكي معك لبكرة، يا بتتصرفي يا أما أنا رح روح سلم حالي وقول إنه أنا اللي بدلت الأوراق، وساعتها خلي البساتين والأراضي تنفع خاطرك. يا أمو أخي ورد سلم حاله للكركون وقال لهم إنه هو المسؤول عن الغش اللي صار، وطلع حكمت لبرا، وهلأ أخي بالحبس والله أعلم شو ممكن يحكم. معقول هما لا ورد؟ لك أنا فكرته عم يحكي هيك كلامه بس. حما والله يا أمو حاولت أخذ وأعطي معه كثير مشان يغير رأيه وما قبل، قال لي مستحيل، قال لي مستحيل يخلي واحد درويش مثل حكمة تفوت على الحبس، لأنه حكمة عم يشتغل مشان يطعمي ولاده. قال لي إنه بدي أحكي الحق ونصره. والله وعرفت الحق أكثر مني يا ورد، رحت برجليك على الحبس بس مشان ما تظلم شخص بريء. يا حيف علي، طول عمره طول عمره هالولد بيعطيني دروس بالشرف والأخلاق، بس لا والله هالمرة ما رح خليك تكون أحسن مني يا ورد. اوعك تتهور يا مو، اوعك أخي ورد، بدنا نطلعه بالحلال بالحرام بالمصاري بدنا نطلعه، أما حق أبي مستحيل اتنازل عنه. ولك كذب، ولك كذب، كله افتراء وكذب. أنا اللي كتبت الوصية يا عصام، أنا اللي كتبتها على أساس إنه أبوك اللي كان كاتبه، وضليت وز براسكم إنه أنتوا إلكم حق بالورثة مع عمكم، بس أبوك كان آخذ حقه من الورثة كاملة والحق فقال، بس أبوك ضيع كل الأموال على سهره وكيفه ومشاويره وهيك، ولما توفى لقيت لحالي لحالي، لقيت حالي لحالي بلا ولا شيء، ومعي شابين طولوا بعرض، منين بدي منين بدي عيشهم؟ منين كيف بدي ربيهم؟ كيف بدي اصرف عليهم؟ طاش حجري. قمت رحت انا وكتبت الوصية على اساس انه ابوك اللي كاتبها، زورت الحجج وزورت الاوراق وعملت 100 خطة لقدر اختمهم، وبعدين قلت له لحكمة وهددته، قلت له يزور الوراق بالديوان مثل ما بدي وسهوى اللي بدي اياه، بس يشهد الله يشهد الله كل شيء عملته بس كرمالكم، يشهد الله بس كرمال. كل هذا عملتي كرمالنا يا ابو، خليتيني اسرق وزور واظلم كرمال. خليتينا ناكل مال حرام، مال حرام ما كنا متعودين ناكله من قبل. ليش هيك يا عمو؟ ليش؟ خليتيني صير نصاب، وخليتي اخي يصير خريج حبوس كرمالنا يا عمو؟ لا لا يا عمو لا. حكيت لك كل شيء بكل أمانة، لأني بعرف إنه الدنيا دوارة وصاحب الحق لازم يوصل لحقه شو ما كان، والمذنب لازم ينال عقابه. أنا جاهزة للعقاب اللي بدكم. يعني دكتي يا ست صفية إنه ما في حدا فوق القانون، وقد ما كان معك مصاري ما
بتقدري تشتري الناس. بالأخير كل العالم تحت سقف القضاء والقانون، والحق ما بيضيع، ومال الحرام ما بيدوم. جاهزين.